مستقل المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، نضم صوتنا إلى كل المنظمات الحقوقية الدولية التي شجبت ونددت بشكل واضح وجود أطفال جنود في صفوف مشيات البوليساريو، والذي تم توثيقه يعني بالصورة خلال الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي للصحراء السيد ستيفن دي مستورا إلى مخيمات تندوف. نحن كمنظمة حقوقية من الأقاليم الجنوبية لطالما يعني نبهنا المنتظم الدولي مثل هذه الانتهاكات، وكانت آخرها خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان دورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث كانت لنا مداخلة في هذا الشأن مع المقرر الخاص المعني بمثل هذه الانتهاكات. لكن يبدو أن حالة الإفلات من العقاب وكذلك عدم محاسبة الجنات هي بمثابة تشجيع لهؤلاء المتورطين في هذه الانتهاكات على التمادي في هذه الانتهاكات، وهو ما سجلناه مؤخرا بمخيمات تندوف. المعلوم أن تجنيد الأطفال وكل أشكال استغلالهم في النزاعات المسلحة والحروب هو محظور دوليا، بل يجرم بموجب القانون الدولي. نجد ذلك في مواد ميثاق الأمم المتحدة وكذلك ميثاق حقوق الإنسان، وبالأخص في ميثاق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989. نحن كيعني حقوقيين بالأقاليم الجنوبية كنا نسعى إلى أن الأطفال على الأقل بمخيمة تندوف ينعمون ويستفيدون من حقوقهم التي تكفلهم لهم المواثيق الدولية، مثل يعني الرعاية الاجتماعية والترفيه واللعب. لكن يبدو أن الوضع أبشع من ذلك، فهؤلاء الأطفال في مخيمات تندوف مكانهم الطبيعي هو في صفوف الدراسة والأقسام، وليس في صفوف الجيوش والجنود، بل أكثر من ذلك تمارس عليهم ضغوط نفسية، حيث يشحنون كل يوم بخطابات الكراهية والعنف. إذن هذه جريمة دولية، تجنيد أطفال هي جريمة دولية، يجب أن تكون هناك ملاحقة ومتابعة للمتورطين فيها دوليا، لأن المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات هم تحت طائلة مسؤولية الإجراءات والقوانين الدولية التي تحرم مثل هذه الانتهاكات أي تجنيد الأطفال، لأن تجنيد الأطفال كما قلت سابقا هي جريمة دولية، إن لم تكن تسمو إلى أن تكون جريمة حرب ترتكب من طرف مشيات البوليساريو في حق هذه الطفولة المغتصبة والتي تعاني الويلين. فمخيمات تندوف هي مخيمات قاسية العيش، ومع أكثر من ذلك هؤلاء الأطفال الآن هم ضحية تجنيد ويعني تمرير لهم خطاب الكراهية، وهذا ليس بشيء جديد. فسياسة بوليساريو تجاه الأطفال هي سياسة ممنهجة منذ نشأة هذا التنظيم. فكما تعلمون فالأطفال حتى الذين كانوا يرسلون إلى كوبا هم كانوا كذلك يخضعون لتدريبات عسكرية، وكذلك الذين توجهوا إلى ليبيا. اليوم يجب على المنتظم الدولي أن يقف وقفة رجلين واحد كي يضع حدا لهذا الانتهاك الذي كان شاهدا عليه المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء وهو السيد ستيفن دي مستورا. كفى عبثا، يجب أن يقف هذا الانتهاك، لأن هذه الشريحة المجتمعية هي شريحة تكون انتهاكات عليها وخيمة، لأنها تكون ما بعدها. فالطفل يحمل معه هذه الانتهاكات طول حياته، ليس مثل الراشد الذي يمكن له أن يتخطى بعض الانتهاكات في سنوات أخرى.